ورجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا لسه دلوقتي بنتكلم في توبيك مهم قوي قوي، هو موضوع الثقة او فقدان الثقة بالنفس. لما بنفقد الثقة في نفسنا ده بيكون ليه عوامل كتيرة جدا جدا جدا. خلينا نقول حاجة مهمة قوي، انا دلوقتي لو انا شكلي مش عاجبني او شكل جسمي مش عاجبني او مش متناسق او حاسس ان انا عندي بعض الدفوهات في جسمي، لما انزل مع حد او اقابل حد او انزل شغل او اقابل الناس، هبقى دايما حاسس ان انا ثقتي لو هي مش موجودة فهي بعض الشيء مهزوزة شوية يا كريم. طيب موضوع السمنة او زيادة الوزن اللي هو عامل لي دفوهات في شكل الجسم، احنا النهاردة جينا نحط الحل ليها تماما 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 ونعالج المشكلة دي ونقفل الباب بتاعها. هيا نتكلم بقى على العرض اللي معانا النهاردة. انا شايف ان الموضوع اصلا زي ما انت ما قلت التوبيك نفسه حقيقي جدا ومهم جدا بالنسبه للستات وبالنسبه للرجاله وبالنسبه للشباب اكتر وللبنات. ليه؟ عشان فقدان النفس هنا جه بسبب ديفو اكيد، بعيدا طبعا اي حاجات ليها علاقه بالاهتزاز النفسي، احنا بنتكلم دلوقتي على شكل الجسم. فقدان الثقه في النفس ده بيجي بسبب ان عندي مشكله في منطقه البطن، مشكله في منطقه الارداف، مشكله في ان انا عندي سمنه مفرطه. لا استنى، في كمان حاجه مهمه جدا جدا. الدبل تشين عند البنات مجننهم. طبعا. يعني لو واحده عندها لغده كده صغنون تقول لي لا انا تعددت إن أنا تعددت الاسباب في ان هي ممكن تخلي في فقدان ثقه كبير جدا. وترهلات بقى ومشاكل بالظبط. ناس عند وناس بتوصل لمرحله انها عندها ضغط او سكر او غده او تكيسات او مشاكل عظام، كل ده بسبب ايه؟ بسبب السمنه، الباب الكبير جدا لامراض كتير جدا احنا في غنى عنها. في نقطه طيب كمان اقولها، في ناس كتير جدا جدا بتكلمنا الفتره دي في موضوع ان مثلا الحركه، مثلا تيجي تخرج مع صحابها او تتحرك، مثلا هننزل مثلا جيم مع بعض، نلعب اي مثلا رياضه سوا، بفضل انا هك كتير، حركتي صعبه، بعرق كتير، فده كله بيخلي شكلي قدام اللي حواليا ايه، مش احسن حاجه، خصوصا بالزبط لو هم سنهم صغير او هم شباب. فاحنا كل الحاجات دي يا جماعه بتتحط في ناحيه واحده بس، اعرف ايه السبب اللي هو السمنه او الوزن الزياده. واول سؤال وحلو. واول سؤال دايما هيجي هيخطر في بال اي حد بنقول له كده، هيقول لي طب اعمل ايه؟ عايز اخس. انا حاولت بكل الطرق وفشلت مثلا. بالظبط، عايز تخس بقى، هي الحته بتاعت عايز اخس دي. احنا بقى جايبين لك النهارده اللي يخليك توصل للمرحله دي. طيب انا دلوقتي عشان فقدان الثقه اللي انت فيها واهتزازك بسبب الاساليب اللي انت جربتيها قبل كده، وليكن مثلا دايت او اي منتجات، او وصلنا لمرحله العطارين وده احنا قابلناه بجد، جبت لك النهارده حاجه. لا والله يا جماعه بجد بتلجأوا لها، ان طبعًا انا بلجأ لحد اصلا غير مختص بالمره، باخد منه حاجات اصلا مجهوله الهويه، وحاجه غير مرخصه، وحاجه مش مرخصه من وزاره الصحه، ومفيش متابعه ومفيش. فاحنا النهارده جبنا لك بوكس وش وظهر. طب بوكس وش وظهر ده ايه؟ ده بديل عن فكره الدايت القاسي، بديل عن فكره العمليات الجراحيه بعد شرع كل السامعين اللي هي تكميم المعده. طيب النهارده في عروض، في خصومات، في هدايا، في توصيل ببلاش، في متابعه ببلاش، طبعا خصم كبير، طبعا هدايا قيمه جدا. الهدايا بتاعتنا النهارده من اقوى الهدايا. انا هسيب الخصم الكريم لان دي حاجه سبيشال هو بيقدمها لنا بصراحه. يعني كريم هو اللي بيقدر فعلا يجيب لنا في البرنامج هنا اكبر خصم بجد، فانا هسيب الخصم الكريم. نقول لهم الكورس النهارده بقى مكون من ايه والهدايا بتاعتنا ايه بقى. بوكس وش وضهري بينزلنا قد ايه في الاول يا مي؟ الاساس بتاعي ايه النهارده؟ علبه الكبسولات. مظبوط، ده الاساس بتاعي النهارده. ينزلك في الشهر 15 كيلو، ده معناها ان العلبه دي تكفي معايا 30 يوم. طيب الهدايا اللي معايا ايه؟ النهارده معانا علبه كبسولات تانية بس. وانا بقولها كده وانا ايه يعني مبسوطه. ليه؟ لان العلبه دي انا كده واخد علبه. لا واحدة عليها واحدة علبه واحدة, واحده بس يعني واحدة احنا وعليها هندفع واحدة مجانا. هندفع ثمن علبه كبسولات بس؟ لا ما لسه في خصم بقى انت هتقوله. بس ده اللي هندفع ثمنه عامه وعليه خصم يعني؟ لا دي الاساس بتاعي النهارده اللي انا هشتريه علبه الكبسولات بس بالخصم اللي كريم لسه هيقوله. اوكي. الهديه اللي معانا ايه النهارده؟ اول هديه من الخمس هدايا علبه كبسولات النهارده هديه. اصبح الكورس كده شهرين معانا، علبتين كبسولات 30 كيلو ينزلني 30 كيلو وانا مرتاح وقاعد في مكاني على الكنبه. لسه في هدايا بس قولنا بقى الخصم اللي معانا النهارده ايه. الخصم على علبه الكبسولات اللي احنا هندفع ثمنها فقط هو خصم الناس قالوا اتعشموا جدا في نقطه ان احنا نتخطى الخصم ال 50% وال 55. وانا مبسوط بده بصراحه. بس صعب جدا ان انا اتخطاه، بس عملته.
وهو بقول لك هو كريم عامه انا بسيب له فكره الخصم وبيتواصل مع الفريق الطبي ومع الشركه وبيجيب يعني اكبر بعمل مجهود خصم موجود. بعمل مجهود جبار والله في نقطه الخصم بالذات. النهارده خصمنا 65% واو. على 8 علبه الكبسه. انا اخر حاجه وصلت لها معاك وعرفها 60% ده كان بيكون معانا حاجه كبيره ولسه قوي ولسه في مفاجاه هقولها في الاخر خالص. طيب. بس الخصم دلوقتي لمدة 65% إيه؟ لمده 100 متصل للعدد 100 من المتصلين فقط فقط بس كده. وده اللي انا زي ما قدرت اعمله. انا جبت خصم كبير 60% على علبة كبسولات ل 100 متصل فقط. واصل كل اللي باقي ببلاش. التوصيل ببلاش لحد رايح البيت في كل محافظات مصر. المتابعه ببلاش من اول يوم لليوم ال 60 حتى لو اثنين هيستخدموا بوكس وش وظهر النهارده. أوكي. الهدايا اللي معانا 5 هدايا. دمياء قالت اساسا اول هدايه علبه كبسولات ثانيه. يعني دي حاجه كده انا مديك اصلا كورس اللي هو علبه كبسولات اساسي ومديك واحد ثاني عليه هديه. طيب بقى لنا كده 4 هدايا. والاربع هدايا دول يا جماعه يخلونا ننزل 5 كيلو تانيين غير ال 30. بص هو اعتقد اقل حاجه 5 كيلو لان احنا لما بنتواصل مع الفريق الطبي بنعرف من نتائج الحالات ان الامبول الواحد بينزلني من 2 ل 3 كيلو. شفتوا؟ فاحنا النهارده معانا 4 امبولات هديه او 4 حقن تعليه معدل حرق نازله معانا النهارده هديه للناس اللي بتعاني من مشكله معدل الحرق. دي مشكله كبيره جدا يا جماعه بنواجهها بجد. اتصالات كتير جدا لها علاقه عندي مشكله في الحرق عندي مشكله في معدل الحرق. التوبيك بورد بتاعنا النهارده او الكور او الاساس بتاع الكورس بتاعي الناس النهارده اللي بتواجه مشكله الحرق الضعيف ودول كتير جدا جدا يا كريم. خلينا بس كده بشكل سريع نقول لهم ايه سبب الحرق الضعيف. هو كتير قوي 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 طبعا. اهمه لو انت الحركه عندك قليله فانت ما بتحرقش. تاني حاجه ايه دي بتيجي من السمنه المفرطه صح؟ السمنه المفرطه او ممكن حد كسول اصلا حركته قليله جدا 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 فهو على طول قاعد في حرقه ايه او ظروف شغل ضعيف بالزبط. مثلا الحاجات بقى اللي هي الصحيه اللي هي بتعمل لي حرق ضعيف بعد كده زي ايه؟ استئصال للرحم، استئصال للمراره، مشاكل في الغده الدرقيه. لو الغده بتاعتك مش شغاله بشكل يعني بشكلها الطبيعي الحرق قليل. ولو تخيل لو عمل بقى استئصال للغده تماما مشكله كبيره. والضغط والسكر والنقص في فيتامين د. ده بيعمل مشكله كبيره في الحرق. السنه الوراثيه ممكن يكون هو عندهم حاجه وراثيه في العيله ان الحرق بتاعنا ضعيف. الحل بقى ايه؟ النهارده بوكس وشوده. طب ما تيجي نقول الو رهام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ازيك؟ الحمد لله. انا ليا عندكم كارت. انتوا سايبيني ويت بقالي كتير. حقك علينا والله حقك علينا. الضغط النهارده لان عاملين بوكس وش وظهر. انتوا عايزين وانا بحبكم جدا يعني التوب فانز بتاعكم. يا رب يحفظك ومي والله. يا رب يخليكي. ده شرف كبير لينا. حقك علينا لان غصب عننا في ضغط شديد جدا عشان ده ال 100 متصل بس اول 100 هم اللي ليهم خصم 65%. انا قلت كده برضه. طب انا هتحسب ضمن ال 100 ولا كده خلاص؟ والله العظيم اتحسبت. دخلتي معانا مداخله؟ يبقى انت كده كده حتى لو عدينا ال 100. انت عايزه تخسي اصلا ولا خسيتي ولا عايزه تكملي انهي فيهم؟ انا عندي 34 سنه وبقولها لك على الهوا اهو. يعني انا لغايه دلوقتي ما اتجوزتش. يا تخسسوني يا تشوفوا لي عريس بيحب التخان. لا ده انت قمر كده كده من غير حاجه. بصي انا عايزه اقول لك بقى على حاجه عشان الموضوع ده شائك بالنسبه لي. انت هتخسي قبل اي حاجه لنفسك. ايوه ولصحتك. بنقول فقدان بنقول بفقدان الثقه بالنفس. تروحي قايله لي عشان خاطر عايز ايه يا بنتي؟ لا لا صلي على النبي. اهم حاجه هي لا انا عايزه اقول لك ان انا ما عنديش اي مشكله. انا المشكله عندي في البيت كل شويه يقول لي انت متقبله نفسك يعني. مش وزنك قد ايه طيب؟ قولي لنا الوزن قد ايه؟ بصي انا يعني بعد العيد الكبير كسرت حاجز ال 90. بص قالت لك ايه بعد العيد الكبير؟ يعني بعد العيد الكبير بعد الكرش وصلنا حاجة وتسعين والله. يا اكل امي هو السبب وما بتعترفش. بس النهارده احنا جبنا لك الحل ويا ريته حل مثلا يخليكي تنزلي 15 كيلو في الشهر او 17 كيلو. ده انت النهارده يعني ظروف يومك حلو كده ربنا بيحبك عشان جيتي في يوم في كبسولات علبه كبسولات تانية ببلاش مجانا وكمان معاكي 4 امبول حرق بيخلوكي جسمك مكنه حرق. تقولي لي طب انا بخاف من الحقن ينفع ناخده على عصير او على ميه بيعمل نفس الناتج ونفس المهام. انت كل اللي هتدفعي ثمنه 8 علبه كبسولات بخصم 65% خصم جبار لاول 100 متصل. طب خليني يا كريم كده اسالها انت لسه معانا؟ ايوه انا معاكي. طيب احنا عندنا اي مشاكل صحيه او عندنا اي مشاكل في الحرق؟ انا مع حضرتك. بقول لك انت عندك اي مشاكل صحيه او عندنا اي مشكله في الحرق؟ لا لا ما عنديش الحمد لله اي حاجه. شهيه عاليه فقط. يعني بصي هي مش برضه مش بالنهم قوي بس احنا هنا متعودين في البيت على الاكل بقى الدسم والاكل القديم بتاع ماما ربنا يخليها لينا يا رب. انا مبسوط جدا جدا بروحك مبسوط جدا جدا بتقبلك لنفسك دي اصلا في حد ذاتها ثقه بالنفس.
بس انا عايز اقول لك على حاجه، عالجي بقى مشكله السمنه مش عشان خاطر ثقتك بنفسك المره دي، هنعالج مشكله السمنه عشان بعد الشر عنك يا رب وعن كل السامعين نبتعد عن فكره الضغط، السكر، الغده، التكيسات، مشاكل العظام. احنا والله فاهمه حضرتك، السمنه بوابه الامراض، فالحقي نفسك، فرصه حلوه، بوكس مرخص من وزاره الصحه، امن لكل الحالات الصحيه، مناسب من اول 12 سنه ل 70 سنه. انا بشكرك جدا، الحقي دلوقتي خلاص كده كده من ضمن اللي حجزوا بوكس وش وظهر، ومن اول الناس اللي من 100 متصل اللي هياخدوا خصم 65%. ابعت رساله دلوقتي على الواتساب لو الارقام مشغوله، صور الشاشه طبعا يعني عشان برضه تلحقي العرض. الاحسن ان انت تتصلي لان ده اسرع وسيله نوصل بيها للفريق الطبي. لو في رقم مشغول يا كريم كلمه رقم تاني، لان الارقام كتيره النهارده، احنا حاطين ارقام كتيره علشان نقدر نوصل بشكل ايه بسيط وسريع للفريق الطبي. طيب لو الارقام كلها مشغوله واتساب، ابعت رساله على الواتساب اسال النهارده على عرض وش وظهر. واخيرا اخر وسيله نوصل بيها للفريق الطبي، والحقيقه ان كل الوسائل يعني سهله واحنا قاعدين في مكاننا وحاجه بسيطه، البيج بتاعتنا او صفحه الفيسبوك بتاعتنا. يا ريت يا ريت كل الناس تلحق النهارده بوكس وش وظهر. يا رب يا ريت، انا بتمنى. لان اول نقطه، احنا ما نقدرش اصلا نجيب اربع امبولات حرق مره واحده، وكمان علبه كبسول هديه، وغير كده ان انا اجيب معايا علبه كبسول جمدة. خمس هدايا اقوى من بعض. ايه رايك نشوف بقى حالات من الناس اللي خست معانا وابطال واخدوا خطوه التخسيس على طول؟ اتمنى. يلا ونشوف الامبولات. احنا بننزل ليه الحالات دي؟ طبعا انا بشكر كل الناس اللي هي كانت بعت الصور عشان توري بقيه الناس اللي بتشوفنا دلوقتي قبل وبعد بيفرق. انتوا شايفين بس يا جماعه القبل عامله ازاي والبعد عامله ازاي؟ لا انتوا شايفين يا جماعه الباك جراوند في الصوره بعد ما خس، هو فين؟ جيم، هو في الجيم يا كريم. جيم يا هو خس ونزل وزن كبير وعايز بقى كمان ايه يعمل عضل بقى. والله العظيم انا اكتر حاجه بتترجم اللي احنا بنقوله من اول ما بدانا الحلقه اصلا هو ده، فكره فقدان الثقه في النفس. ده في الصوره اللي قبل ما يقدرش ان هو يبقى عنده ثقه بالنفس كافي، ده نزل نص وزنه يا كريم. طبعا انت شايف هنا بقى بيلعب رياضه، خلاص الثقه بالنفس وصلت للمرحله دي. على فكره هو كان بيعاني من مشكله خشونه في الركب طبعا، وعنده مقاومه انسولين، ونزل ده النتيجه دي معانا من 3 ل 4 شهور فقط. كل اللي احنا شايفينه ده والقبل وبعد ده، الفرق ما بينهم صحه، اتنين شكل جسم، اتنين ثقه بالنفس، التلاته شكل جسم طبعا. وبص مفيش ترهلات، مفيش مثلا منطقه البطن لسه باقيه او الصدر او ايا كان. احنا نزلنا هنا قد ايه؟ 52 كيلو. الله تخيل الله، تخيل احنا خرجنا بني ادم من بني ادم. واهم حاجه ان هو بعد ما خس، بص بقى الناحيه الثانيه، انا بقى ايه عايز انزل مثلا اظبط جسمي، اعمل كده عضلتين كده حلوين يخلوا شكل جسمي حلو. فانت يبقى عندك حافز بقى. انا اكتر حاجه مبهور منها في الصوره دي هي الصحه. والله العظيم عارف ياخد نفسه احسن طبعا، حركته احسن، بيمارس يومه احسن، بياكل احسن، لا فرق واضح كبير جدا لو انت بتشوفيه قبل وبعد، وان ده سحر والله العظيم. الكبسولات اللي معانا والامبولات اللي معانا، خلينا برضو كده نعرف الناس ان السمنه او زياده الوزن مش بس ان انا مثلا تخين. ونشوف الحاله الثانيه معانا، وميه برضو بتشرح كتير. معانا حاله ثانيه العنصر النسائي، الستات الحلوين اللي هم خدوا خطوه ان احنا نغير حياتنا. اسرع ناس هنا، اسرع ناس بتجري تحجز العرض عشان خاطر ما بيقاسوش بصراحه بجد، وانا بتشرف بده، تحيه ليهم طبعا طبعا. وانا عايزه كل ست دلوقتي حتى لو انت عندك 10 كيلو زياده او عندنا مثلا منطقه البطن فقط، اتصلي اسالي على العرض. هنا نزلت معانا قد ايه؟ سعر العرض والهدايا ان شاء الله كلكم هتحصلوا عليها. يا بلاش، بس المشكله بس في ال 100 متصل بتوع كريم دول، ان شاء الله نشوف كده الموضوع ده هنزودهم. انا عارف ان هم خلصوا. طيب هنا نزلت معانا قد ايه كريم؟ 18 كيلو في شهر واحد. وكمان على فكره الستات بتعاني جدا من مشكله الحمل والرضاعه وحمله، فكره ان هي ولدت طبيعي او ولدت قيصري، كل ده بيفرق جدا في شكل الجسم. عشان كده الستات بتبقى متحمسه اكتر، ما بتيأس اسرع. عايزين تاني وتالت وعشر يا جماعه، بندفع ثمن علبه كبسولات. اللهم لا حسد يا جماعه، اللهم لا حسد يا ستات يا حلوين. لا الستات دول فوق راسنا والله، هم دايما اللي بيكونوا راس السهم اللي بينطلق والله في اي حاجه ليها علاقه بالثقه اساسا. انا عايز اقول لك لو مثلا ست خدت الكورس وخست وجوزها مثلا وزنه زياده، او مثلا في الغالب بتدعمه جدا، اغلب الرجاله دلوقتي يعني عندهم مشكله الكرش، فهو هيلاقي مراته خست عليه الصلاه والسلام. عمال اقول الستات خست واحلوت، فهو هيتشجع ان هو كمان ياخد الكورس. وفي رجاله، في رجاله والله العظيم بتكون اقوى داعم ليها. طبعا اكيد اقوى داعم. انا محايده وعلى صحتها بيخاف عليها فكره ان هتروح لدكتور او الدكتوره تقول يتقال لها انت لازم تخسي. ايوه دي بترعب الراجل اصلا، او لما يلاقيها حركتها صعبه، التنفس صعب، مشاكل صحيه بدات تظهر عندها. عايزين نقول نقطه كمان دلوقتي، قلنا مثلا لو مثلا راجل ومراته مثلا الاثنين عايزين يخسوا او اثنين صحاب، الهدايا تاني ايه؟ فكري الناس. ما انا لسه هقول اهو، انت النهارده معاك
علبه كبسول وعليها علبه هديه معاك النهارده 4 حقن تعليق حرق. فانا كده لو ركزت انا ممكن النهارده اقسم الكورس ده انا وحد تاني معايا لو عايزين نخس يعني احنا الاثنين مثلا كل يعني 11 حتى لما هيدفعوا 65 يعني هياخدوا خصم 65% على علبه الكبسولات يعني المتبقي 35 ممكن نقسمهم مع حد نقسمهم يعني هيبقى بشيه بلاش بقى ده هو ببلاش فعلا. هنقسم ونبدا تحدي احنا الاثنين مثلا مع بعض هننزل وزن حتى لو اثنين صحاب اثنين متجوزين ايا كان اثنين عايزين ينزلوا وزنهم بعض يا جماعة وهنخس ولو عايز تكمل تاخد كورس تاني. هو اصلا انت كده كده واخده كله النهارده يعتبر مجانا الاربعه انبول حرق اللي بتزود لي معدل الحرق في الجسم وبتحرق لي الدهون المتراكمه في الجسم اقوى دعم للكبسولات اربعه ببلاش النهارده اربعه انبول حرق بيعملوا لي خلوا جسمي مكنه حرق هاخد اثنين اول شهر واثنين ثاني شهر دول مجانا اربعه ومعايا علبه كبسولات ثانيه مجانيه برده اضافي لشهر تاني ينزلوني 15 كيلو تانيين ممكن جوزي او انا لو انا وزني فوق ال 100 كيلو استخدم النهارده بوكس وش وظهر ليا لوحدي هدفع ثمن ايه علبه كبسولات بخصم كمان 65% لاول 100 متصل فقط. هقول لك حاجه كمان احنا فعلا اكتشفنا برده كده الفتره الاخيره ان اغلب التليفونات اللي بتجيلنا او الحالات اللي بتجيلنا بيكونوا اتنين صحاب. طب هو فانا قعدت افكر انه اكيد انتوا بتشجعوا بعض يعني لو هما الاثنين مثلا عايزين ينزلوا منطقه البطن عندهم مثلا فرح او مناسبه طب ايه رايك نتصل نسال طب ايه رايك ناخد انا وانت مع بعض فحفزوا بعض كده وحمسوا بعض وابداوا خدوا الخطوه بيتابع دلوقتي. معانا ناس بتتصل دلوقتي عايزه بوكس وش وظهر اول كلمه انا دكتور العظام قال لي لازم تخسي كل الدكاتره عندي ضغط سكر لازم اخس عندي تكيسات ونفسي انجب طفل الدكتوره قالت لها انت لازم تخسي فعشان كده احنا بنقول هي بوابه لامراض كتير جدا احنا في غنى عندها. طيب ذكرنا الصفحه طيب طبعا الصفحه خلينا احنا يعني ذكرنا البيج بتاعتنا خلينا ننزلها دلوقتي قدامكم على صوروا الشاشه بقى ونوريكم صوروا الشاشه بالتليفون بالارقام بشكل البيج بتاعتنا يا جماعه لان دي الصفحه وسائل. الوحيده الاصليه اللي نقدر نحصل من خلالها على الكورس بتاعنا اللي هو ايه بقى يا كريم واخد تصريح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء بالظبط. وعايزين نقول يا جماعه ثلاث وسائل اولهم والاولويه للتليفونات طب مشغوله عشان خاطر الخصم كبير ولاول 100 متصل فقط رساله تمام. على الواتساب رساله على الواتساب مجرد ما بعت رساله على الواتساب انت كده قسما بالله حجزت العرض حتى لو ردينا عليكي بالليل بوكس وش وظهر يعني مهم انك انت اثناء الحلقه مجرد ما بعتيها اثناء الحلقه فانت خلاص كده من ضمن الحاجزين للعرض. وفي وسيله ثالثه وهي صفحه الفيسبوك اللي انت صورتيها ادي ثلاث وسائل تقدري تتواصلي دلوقتي بالسحر هنخس 35 كيلو في شهرين سحر لا ما احنا جايين لك بقى الكبسولات بتاعتنا بتخليني اكمم المعده بتخليني ازود معدل حرق في الجسم بتخليني احرق الدهون المتراكمه اللي في جسمي اللي متخزنه اللي هم 35 كيلو في 60 يوم اللي هنزلهم بتخليني انحت القوام اثبت الوزن انظم عمليه الهضم ده حلال بقى لكل مشاكلنا بقى ده بقى جمعتوا المشاكل كلها وحلتوها يعني الناس اللي بتحب الاكل او عندها شهيه عاليه انا النهارده انا وكريم مش هنقول لكم ما تاكلش او اعمل دايت او كلي تفاحه وعلبه زبادي ممنوع مرغوب يا مي لا 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 خالص انا عامه ما اقدرش اعمل كده فانا عمري ما هقول لك تعمل كده انت هتاخد الكورس هيقفل لك الشهيه لمده 18 ساعه ازاي مع علبه الكبسولات اللي هي كلها الياف واعشاب وفواكه استوائيه وحاجات طبيعيه الكبسولات دي مع كوبايتين ميه هتقفل لك الشهيه لمده 18 ساعة. والنتيجه بتظهر معانا بعد اول يوم ايه ده ازاي هخس بعد اول يوم لا لا مش ده قصدي قصدي ان انت النتيجه تظهر معاكي مجرد ما خدتي الكبسولات مع مع كوبايتين ميه مع الانبول هتحسي في اول يوم بسد شهيه دي مش اكلتي يا جماعه انا باكل طبق رز كده بقيت باكل ربع طبق رز نفسي باكل معلقتين في الاخر بدل ما كنت باكل رغيفين عيش وانا شبعان وانا مش حاسس ان انا عايز اكل او حارم نفسي من الاكل او مضغوط وخارجين من العيد كمان زايدين جدا جدا فالنهارده ان انا فكره ان انا تم تكميم معدتي هحس بالفرق ده اول يوم طب هحس بالفرق ده على الميزان امتى طب ايه رايك بقى 7 ايام طب يلا ماشي انت قلتها دي على طول ايه رايك ناخد مدام نبيل معانا على التليفون بقى لها حبه برده يلا الو الو مساء الخير مساء النور ازاي حضرتكم ازيك عامله ايه الحمد لله الحمد لله انت عايزه تخسي عايزه بس اسال عن حاجه انت بتحس من صوتهم ها من الصوت اتفضلي طبعا اسالي والدتك هي بس سنها كبير شويه يعني 62 سنه تمام وعندها ضغط وسكر وشايله المراره اوكي الوزن قلنا قد ايه وزن عالي جدا يعني معدي 120 كيلو يعني معدي 120 اوكي يعني بوكس النهارده وش وظهر ليها لوحدها هي هتنزل 35 كيلو وهتستخدمه لوحدها بصي هي كده احنا مش هنقسم الكورس مع حد احنا هناخد لها العرض كله النهارده على بعض والكورس بالهديه اللي عليه كده شهرين مع بعض هيكفوها هينزلوا معاها ان شاء الله وزن كبير جدا
احب بس اطمنك. انا كنت بسال بالنسبه لحالتها وسنها. ايوه بالظبط، ما انا كنت لسه جايلك في الكلام. امن تماما، امن لصحتها جدا تماماً. وامن لكل الحالات الصحيه، امن من اول سن البلوغ 12 سنه لحد سن ال 70 سنه، فهو مناسب لوالدتك. اه طبعا مناسب، وكمان هيكون معاها متابعه مجانيه من اول يوم لليوم ال 60 بالظبط. لو نسيت تاخد الكبسولات، لو نسيت تاخد الانبول، نعرف اول اسبوع نزلت قد ايه، اول شهر، ثاني يعني شهر. يعني دكتوره هتتابع معاها على طول لحد ما تخلص الكورس بتاعها، مش هنسيبها احنا معاها خطوة بخطوة على طول، متابعة أسبوعية. ولو عندها أي سؤال أو أي مشكلة في أي وقت بتكلمنا، سواء على التليفون الواتساب. وأهم حاجة إيه يا كريم؟ حظها حلو النهاردة، إن إحنا هنلاقي نتيجة من أول أسبوع. طبعا النهاردة أي حد إن شاء الله ياخد الكورس حظه حلو. ليه؟ بقول لي حظها حلو عشان هي تتخطى ال 100 كيلو، فالنهاردة جاي لها بوكس بيقعد شهرين، هيكسر شهر معاها أقل مجانة. حاجة هيكسر معاها موضوع ال 100 كيلو ده. أه بالظبط، هينزلها إن شاء الله مثلا مش أقل حاجة، يعني ممكن تنزل، هي قالت لك إيه 120 كيلو، 120 ممكن تنزل معانا لإيه 90 أو 85 كيلو بالزبط. بإذن الله مع المتابعة الطبية الكاملة. هي فكرة الكبسولات النهاردة المجانية دي أكتر حافز الناس هتمسه وتحسه، لأن أنا واخد كرسي تاني ببلاش. أه طب أقول لك على حاجة بقى، لو حد مثلا وزنه زايد مثلا 15 مثلا كيلو، ما تبخليش بقى على يعني معاك كبسولات هدية. طب أنا عندي حل، لو أنت عايز تاخدي الهدية اختاري إن نوع الكبسول النهاردة يكون كبسول النحت مثلا، النحت والتثبيت، فتبقي خدتي الكورس وخسيتي ونحتي وثبتتي. بس دي مش انانيه. واخير ما تجيب ما تهادي بيه جوزها ولا اختها ولا صاحبتها، ممكن ده. بس عايزين نفكر الناس تاني ويوم المفاجاه كله على بعض. ايه بوكس وش وظهر بخصم مش 65% 70% لاول يا كريم والله 300 متصل. وانا كنت عارف من الاول على فكره. اه مش 100 متصل، لا هات قلبنا يعني على الفاضي. علبه كبسولات اللي هندفع ثمنها بخصم 70% لمده 300 متصل، الحقوا دلوقتي. انا كنت نفسي اجيبه لكل الناس وحاولت اعمل ده وقدرت. هتدفعي ثمن علبه كبسولات بخصم 70%، وانا هاخد الهدايا ايه؟ التوصيل ببلاش، المتابعه ببلاش، الهدايا بقى كبسولات زياده. النهارده معانا علبتين كبسول مش علبه واحده مجانا، ومعانا اربع حقن تعليه معدل حرق الجسم، هديه مجانيه جوه الكورس بتاعنا. كلموا الارقام الموجوده على الشاشه، او ابعتوا رساله بسرعه على الواتساب قولوا وش وظهر، او ابعتوا رساله على البيج بتاعتنا. يا ريت الناس كلها تلحق العرض. بشكركم لان انتوا بتخلونا نوصل للنتيجه دي، انتوا السبب مش احنا على فكره. بشكر مي جدا. شكرا يا كريم بجد، حلقه جميله ممتعه. بشكر ضيفتنا اللي كانت منورانا. الحلقه النهارده كانت ممتعه جدا، كانت فظيعه جدا. ونشوفكم الحلقه اللي جايه، وما تنسوش ان احنا مواضيعنا مش كلها جد. ايوه عشان احنا كنا جد قوي النهارده شويه. بشكرك يا مي. شكرا يا كريم، ميرسي قوي، مع السلامه.